بالرغم من التطور الحاصل في ملف الإعمار بمحافظة نينوى، إلا أن هذا الإعمار لم يرتقي للمستوى المطلوب لدى المواطن الذي عانى الأمرين بغياب الخدمات بعد تحرير المحافظة حتى عام النهضة العمرانية عام 2019. ورغم المشاريع الكبيرة الخدمية التي شهدتها المحافظة مؤخرا، إلا أن المشاريع الاستراتيجية غابت عن المحافظة ومدنها التي تستمر حتى الآن في نبض غبار وركام الحرب التي دمرت الجزء الواسع من المدينة بساحليها الأيسر والأيمن. ليتحدث محافظها نجم الجبوري الذي أشار إلى أن المحافظة لم تلقى الاهتمام الدولي اللازم من مساعدات في إعادة الحياة إلى طبيعتها ودعم المشاريع والبناء من قبل المنظمات الدولية والمساعدات. وذكر الجبوري أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أغسطس آب 2021 كانت لأجل تفقد بعض الآثار الفرنسية في المدينة ومبنى القنصلية الفرنسية القديمة وكنيسة الساعة، ولم تكن في إطار الدعم. لكن زيارة البابا الفاتيكان فرانسيس في مارس أذار 2021 انعكست بشكل إيجابي على المدينة من ناحية جذب الانتباه لها فقط. التساؤل يبقى مستمرا بعدما يقرب من عقد على احتلال داعش للمحافظة، متى ستعود الموصل حاضنة لربيعيها التي افتقدتها وزادت من حالة اليأس لدى المواطن المصلي؟